السلام عليكم. ان شاء الله النهارده نعمل مع بعضينا سيزم كيك او تورتيه السمسم، حاجه جميله قوي ان شاء الله تعجبكم. انا عندي المقادير 4 بيضات، فانا اشتغل على 8، اشتغل دبل. في صندوق الوصف احطها 4 بيضات ان شاء الله، واحطها بالكوبايه وبالجرام. يعني لو مثلا قلت بالجرام هتلاقي ان شاء الله في صندوق الوصف بالجرام وبالكوبايه، احط نص المقادير باذن الله 400. يعني عندي كوبايه لبن معاها شعر زعفران، كوبايه لبن دافيه معاها شعر زعفران، معايا 4 معالق طحينه، معايا 2 معالق سمنه، معايا كوبايه سمسم، معايا 8 بيضات. طبعا قلت لكم يا جماعه انا شغال 4 على ايه، على دبل، هيبقى هنا 8، لكن في صندوق الوصف ان شاء الله هحط لكم على 4 نص المقادير، او ممكن احط المقادير كلها كامله. عندي 8 بيضات، وعندي فانيليا، وعندي سكر 2 كوبايات سكر 500 جرام، وعندي الزيت كوباية ونص زيت عامل 270 جرام زيت، عندي علبة زبادي كبيرة، عندي رشة لون أصفر، عندي 500 جرام دقيق، 5 كوبايات دقيق عاملين معاك 800 جرام، 5 كوبايات دقيق عاملين معاك 800 جرام، نصهم هيبقى 400 جرام، بعد كده عندي الصوص بتاعي هيبقى على الصوص بتاعي هيبقى لبن مبخر، عندي هيل، عندي زي قشطه، عندي لبن مكثف ان شاء الله تبقى موجود دلوقتي. نبدا مع بعض كده يا جماعه، اهو البيض مع السكر ده في المكنه، البيض والسكر في المكنه معاهم الفانيليا. خليكم معانا كده يا جماعه. عندي الفرن اللي هشتغل فيها، عندي هنا الطحينه، اخد منها بس حاجات بسيطه كده ان انا ادهن بيها ايه؟ ادهن بيها الفرن بتاعتي مع السمنه. طبعا دول مقادير عندي انا هنا ايه؟ انا قلت 8 بيضات، انتوا ممكن تشتغلوا 4 بيضات بس، ان 8 بيضات هيعملوا معايا ايه؟ هيعملوا معايا فرنتين. طبعا يا جماعه السمنه هي برده نفس الكلام. هنشتغل هنا كده بدهن بيها ايه؟ بدهن بيها الفرن بتاعها. يا جماعه بعد ما انتهى بالسمنه والطحينه مع بعض، باجي بديها سمسم كده. بغرقها سمسم. بغرق الفرن بتاعتي سمسم بالطريقه بتاعتي اللي انا بعملها دي كده. حتى البناء برضه اهو اللي هو المكان اللي بايظ اهو. المكان اللي بايظ بالراحه كده اهو. على قد ما اقدر اغرقها اغرقها. بعد ما اغرقها سمسم ده انا عامل دلوقتي كده بنفس الطريقه اهو نفس كلها، اروح مفضيها كده كده. دي جاهزه معايا، خليكم معايا كده يا جماعه. هو طلع معايا زي الزبون اهو، اتضرب معايا. بنزل باللبن بتاعي، باللبن والزعفران تمام، مع الزبادي، هنا عندي الدي بتاعي اهوت، الدي بتاعي حاطط معايا شويه الهيل او الحبهان، حبهان صغيرين، مع سنه لون زعفران، سنه لون زعفران، ما عنديش لون زعفران، ممكن احط معايا لون كنافه يعني برده هيمشي. دول كده جاهزين معايا، هضرب بقى دول دلوقتي وهنزل بعد كده بالزيت. كده يا جماعه جاهزه معايا، اديها الزيت بتاعي، اديها الزيت بتاعي اهوت، وان شاء الله في صندوق الوصفه تلاقي برده بالجرام وبالكوبايه مكتوبه ان شاء الله. برده بضربها دقيقتين، لو عندي مضرب اليد برده نفس الكلام، تضرب دقيقتين وبنزل بعد كده بالدقيق. هنا يا جماعه الدقيق بتاعي مع الزعفران باودر مع الهيل. برده خلاص اهو هنزل بالدقيق بتاعي. ولو عندي مضرب يد اللي هو مضرب الكهرباء بتاع البيت هيكون افضل يعني. كده يا جماعه العجينه معايا جاهزه اهي. زي الفرن معايا اهي. رجع عند الفرن بتاعتي، دي هتعمل معايا فرمتين، يعني 4 بيضات هيعملوا معايا فرمه. كده يا جماعه جاهزه معايا فرمتين، هيخشوا الفرن درجه حراره 180 40 دقيقه. هنا يا جماعه عندي 2 كبار حليب مكثف، عندي هنا واحده قشطه احطها عليهم
عندي واحده لبن مبخر او رامبو ميلك. يا لبن مبخر يا هو اللي هو الايه رامبو ميلك اللي هو ايه رامبو ميلك اللي هو ده. اي حاجه من الاثنين. ده كده يا جماعه الصوص بتاعي جاهز اهوت بتاع الكيكه. كده يا جماعه جاهز معايا. بحط له سنه زعفران صغيره عشان يظبط معاه بس ايه يظبط التست معايا. وسنه كردمون برده من اللي باقي عندي. ده كده يا جماعه اهو جاهز معايا. ده الصوص بتاعه. ده الصوص اهو بتاع الايه بتاع الكيكه احنا عملناه. كده يا جماعه ايه بعد ما طلعت معايا من الفرن خدت 45 دقيقه حاجه بعد كده ايه مفيش. هاخدها احطها مثلا ايه هنعرض مثلا في الطبق ده اهوت والتانية في طبق كبير تمام. وهنشطب معاكم ده دلوقتي ومش عاوز اي حاجه. انا باخد قطعه اهي القطعه بتاعتي اهي مثلا بصوا اللون بتاعها حاجه يعني بعد كده مفيش. كده يا جماعه اهو الشكل النهائي بتاعها. وده الصوص اللي احنا عملناه مع بعض الصوص اهو برده واجع على الكبيره اللي انا عملتها ديت. وهدي الصوص بتاعي من تحت ممكن احطه في النص كده برده صوص. هي دي بتاعتي انا يعني دي الموضوع ده عندكم انتوا يعني هنا او هنا بساتي. الصوص اللي عملناه معانا بالقشطه واللبن المبخر واللبن المكثف. طبعا الحليب المكثف ده انا موجود عنده على القناه يعني انا حاطه عنده على القناه برده موجود لو حبيتوا تستعينوا بيه موجود على القناه. كده يا جماعه عملنا معاكم فكره السمسم حاجه محترمه قوي حاجه جميله وان شاء الله تعجبكم باذن الله. هقول يا جماعه مقادير تاني في صندوق الوصف ان شاء الله هطلعها نص المقادير يعني عاملها نص ايه؟ اللي انا عامل تورتتين اللي انا عامل اثنين اللي انا عامل اثنين في صندوق الوصف هحط لكم ايه؟ نص المقادير اللي هي تبقى تعمل بيها ايه؟ تعمل بيها واحده. انا حطيت هنا كوبايه حليب 200 جرام حطيت معلقه زعفران حطيت معلقتين طحينه حطيت معلقتين سمنه حطيت 8 بيض فانيليا حطيت كوبايتين سكر كبار عملوا معايا 500 جرام حطيت كوبايتين زيت عملوا معايا 270 جرام حطيت معلقه علبه زبادي حطيت اللي هو اللون الاصفر لون الزعفران حطيت 800 جرام دقيق خمس كوبايات كوبايه 200 جرام حطيت معلقه كردمان اللي هو الهيل. والصوص بتاعنا عملناه واحده قشطه وعلبه حليب مبخر ومعلقتين لبن مكثف وزعفران اللي هو الشعر. حاجه يعني يا جماعه ريحتها يعني مش عايز اقول لكم حاجه جميله قوي. ما تنسوناش بس بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.